السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ومرحبا بكم في قناة بيدوك. قعدت افكر مع نفسي كده شويه، قلت ليه ما ندخلش فقره جديده في القناه او نعمل زي مثلا سلسله جديده، حاجه مختلفه كده. النهارده ان شاء الله هيبقى اول فيديو في سلسله جديده اسمها اخبار الجيمنج، وكل فيديو هيبقى عباره عن 10 اخبار اتكلم فيهم باختصار شديد جدا، بهدف ان اوضح لكم الفكره بس بكل خبر. يعني ان شاء الله كل فيديو من دول هينزل فيه احدث الاخبار اللي دايره في عالمنا حاليا في الجيمنج. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، هندخل على اول خبر ونقول دلوقتي ابدا العرض. الان رسميا سلسله مطاعم بيتزا هات تعلن عن الجهاز الجديد والمبتكر لتسخين البيتزا، ويسمى بالبيتزا وورمر. ما شاء الله، عملوا حساب الجيمرز وعارفين ان احنا هنبقى جعانين واحنا بنلعب، قرروا يعملوا لنا جهاز ده. تصميم الجهاز بسيط جدا، في نفس الوقت شكله ملفت للنظر، يعني زي ما انتم شايفين هنا هو عباره عن صندوق بلاستيكي على شكل مستطيل تحطه على البي اس 5 وتحط فيه البيتزا وتلعب اي لعبه براحتك وتستنى على ما يخلص. الجهاز نفسه معد انه يسخن البيتزا تلقائيا في درجه الحراره المناسبه واللي جايه من البي اس 5، ولما البيتزا تجهز هيقلل الحراره تدريجيا عشان ما تتحرقش منه لحد ما حضرتك تاكلها او تركنها على ما تبرد ويرجع يسخنها تاني. ومش كده وبس، ميدوكا بيضحي النهارده. الجهاز ده تقدر تحصل عليه من خلال انك تطبعه، يعني تاخد منه نسخه من خلال طابعه 3D. مبروك عليك، حط على الجهاز بالمجان ووفرت فلوسك. بس انجز وكل بسرعه يا اسطى، البيتزا تتحرق مستني. ظهر مؤخرا مسرب على الانترنت باسم بلبلكون. ايوه هو ده اسمه بلبلكون. المهم المسرب ده عمل تقرير صحفي جديد وذكر فيه ان تخفيضات بلاك فرايداي والمنتظرة وبفارغ الصبر هتبدأ يوم 22 نوفمبر الجاري. كمان بحسب اخر اقوال في شركة سوني، جهاز بي اس 5 سليم ذكر انه هينزل، بمعنى هبوط، هينزل بمقدار $70 من سعره الاصلي. تخيل. ده غير ان المسرب ذكر بعض التفاصيل عن التخفيضات، منها البلاي ستيشن العادي هيتباع بسعر 375 يورو بدلا من 500، وهنا بنتكلم بعملة اليورو. وبالنسبة لنسخة الأقراص في البلاي ستيشن هتتباع بسعر 475 بدلا من 550. وأخيرا وليس آخرا، نظارات الواقع الافتراضي بي اس في ار 2 هتتباع بسعر 400 بدلا من 600. بالإضافة إلى ذلك في حزمة للعبة اسمها هورايزن كول أوف ذا ماونتن هتتباع بسعر 400 بدلا من 650. وفي النهاية كل التخفيضات هتخلص يوم 12 ديسمبر بإذن الله، ده إلى جانب الإعلان الرسمي لانتهاء تخفيض جهاز بي اس 5 سليم يوم 24 ديسمبر. لعبة ألان ويك 2 كانت من أكثر الألعاب اهتماما مؤخرا من عدد كبير جدا من اللاعبين، واللي متشوقين ومش قادرين يصبروا على ما يجربوا اللعبة دي على جهاز بي اس 5 برو لما ينزل. تسألني ده ليه؟ هقولك، عشان لعبة ألان ويك 2 تفوقت على ألعاب كتير جدا غيرها من جهة الجرافيكس والرسوميات والتفاصيل في البيئة المحيطة، ده غير ان الأجهزة كانت بتعاني منها باستمرار سبب تقول الجرافيك اللي فيها. وبعد اخر اختبارات الاداء ظهر تفوق ملحوظ من خلال استخدام كارت RTX 4070 و3070، بحيث كانت التجربة على كارت RTX 4070 كانت اللعبة بدقة 4K و70 فريم في الثانية، انما كارت 3070 شغل اللعبة برضو بدقة 4K ولكن من 55 الى 60 تقريبا فريم في الثانية. وعلى جهاز بي اس 5 برو كانت النتيجه 50. وبكده نستنتج ان اداء اللعبه تحسن على جهاز بي اس 5 برو، ولكن ما زالت لم تصل الى مستواها الاعلى، بمعنى اخر لسه في اختبارات هتتعمل قريبا ان شاء الله. صراحة استوديو تيك لاند المطور البولندي بما يتعلق بلعبه الزومبي والباركور والعالم المفتوح المشهوره كده، عرفتوا هي ايه؟ داينج لايت 2، بان هينزل لها دعم على جهاز بي اس 5 برو. مش كده وبس، الدعم هيقدم لها 4 اطوار تقنيه في الجهاز: توازن، دقه، اداء، جوده. طور التوازن هيكون بدقه مرفوعه 112 بي مع 60 فريم، وطور الدقه هيقدم 4K مع 30 فريم، بينما هيقدم طور الاداء دقه 4K مع 120 فريم، وده في حاله استخدام VRR. واخيرا طور الجوده هيقدم دقه 4K تبدا من 1440 بي مع 30 فريم في الثانيه. لو كمان تتبع اشعه. على فكرة أنا لعبت الجزء الأول من اللعبة دي، وأحب أقول لكم خطيرة خطيرة خطيرة. اللعبة دي مزجت بين 3 ألعاب بشكل مش طبيعي، وهما ميرورز إيدج، ووكينج ديد، جي تي إيه.
بير داينج لايت 2 و1 اظن الجزء الثاني نفس الوضع برضه. انا لسه ما جربتوش. خساره خساره لو لسه ما فتحتوهاش، خساره هيفوتكوا فيه. I honor her. This is why I stopped you from being skinned just then. What's happening in this story? I don't know. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. I'm always crashing, CJ. We're burning, fool! روك ستار. What the is this? توماس ويليامسون الرئيس التنفيذي لاستوديو تطوير العاب يسمى بجروف ستريت جيمز. انا اول مره في حياتي اسمع ان في استوديو العاب بالاسم ده، حرفيا لسه سامع عنه النهارده. المهم توماس كتب في تغريده على تويتر انه زعلان جدا جدا جدا، وده عشان شركه روك ستار حذفت اسم شركته من الريماستر الخاص بثلاثيه جاتا الاولى. حق بعد الخرا اللي شفناه ده، حق. وذكر ان ده سلوك وقح وغير مهني، وده بعد اخر تحديث واللي صلح كتير من عيوب اللعبه والايرورز والجليتشات اللي فيها. والتغريده دي بتقول: اتحدث بشكل افتراضي بالكامل، هذه خطوه سيئه وهي ازاله المطورين الاساسيين من الاعتمادات في التحديث، خاصه عندما يتضمن التحديث مئات الاصلاحات التي قدمها هؤلاء المطورون والتي ظلت بعيده عن ايدي اللاعبين لسنوات. ليه روكستار؟ ليه تشيلوا اسم الشركه اللي تعبت في اصلاح لعبه؟ عيب كده، ما ينفعش تشيلوا اسم الشركه اللي لعبت في اصلاح لعبتكم البايظه. ايوه بايظه. give me money، ده اللي قالوه يا جدعان، قالوا في دماغهم because if you give me money تبا لك، انا عايز فلوس، انا جعان باكل اطفالي، انا عايز فلوس يا عم انت. ما وما شافوش عيوبها يا جدعان، شخشخني. هم قالوا شخشخني، دماغهم قالوا شخشخني. if you give me money. بالمتابعه مع اصدار لعبه دراجون كويست 3 HD 2D Remake What؟ على مختلف المنصات، معلش الاسم طويل شوية. بطريقة ما كان للعبة أقوى إطلاق للعبة فردية حصل في تاريخ شركة سكوير إنكس على منصة ستيم، وده لأن تعداد لاعبين دراجون كويست على ستيم وصل إلى 37,000 لاعب متزامن يوميا على منصة ستيم، وده رقم الشركة ما وصلتلهوش قبل كده. وبالنسبة للي ما يعرفش اللعبة دي، هقول لكم نبذة سريعة عنها. لعبة دراجون كويست لعبة RPG، والسلسلة دي نزلت في سنة 1986 وطورها استوديو شانسوف والناشر سكوير إنكس ونينتندو. وحالا بنتكلم عن الاصدار الثالث واللي نزل يوم 14 في الشهر الحالي. القصة عبارة عن انك طفل ووالدك محارب شجاع اسمه اورتيجا، مش اورتيجا المطرب الشعبي، لا احنا بنتكلم عن اورتيجا في اللعبة. وده محارب شجاع من مملكة صغيرة اسمها اليا هان. انت اخدت مهمة واللي هي انك تنقذ العالم من زعيم شرير بيتحكم فيه اسمه باراموس. انا اسف. وفي رحلتك جوه اللعبة تقدر تطور مهاراتك وشخصيتك، وكمان تجند ناس يحاربوا معاك عشان توصل للنهاية وتواجه الزعيم. وبينا ندخل على الخبر اللي بعده. فريق ديجيتال فاوندري المعروف بتحليلاته الدقيقة والمفصلة نشر فيديو بتحليل أداء لعبة سبايدر مان 2 على جهاز PS5 برو، والتحليل ده بيعتمد على معدل الإطارات وتقنية PSSR لرفع دقة العرض من خلال الذكاء الاصطناعي، ومعها أضافة تفاصيل تتبع الأشعة. ولو دخلتوا هنا على أوبشنز اللعبة في الديسبلاي، لاحظوا إن في 3 اختيارات جديدة ظهرت في اللعبة على جهاز PS5 برو: RT Key Light Shadows، RT Reflections and Interiors، RT Ambient Occlusion. وبتقنية PSSR هتقدر هنا تشوف الفرق في اللعبة بين نسخة الـ PS5 العادي والـ PS5 برو، وبكده تكون ظهرت بعض التفاصيل اللي ما ظهرتش على الجهاز العادي. وصلتنا معلومات مؤخرا بأن المسرب المشهور لوناتيك إجنس، ده اسمه صح؟ لوناتيك إجنس، ذكر في تسريب جديد ان شركة سوني هتعلن عن جزء جديد لملك الحرب. استغفر الله العظيم، مش هقول الاسم، خليها ملك الحرب.
بالإضافة إلى توسعة في لعبة Rise of the Ronin، وده حدث مكرر عقده في ديسمبر. وقال كمان إن سوني هتعلن عن ريماستر لكل ألعاب ملك الحرب القديم، حامسين صح؟ واللي هتكون قصتها في الميثولوجيا الإغريقية، وإن الريماستر اتعمل بالفعل وجاهز دلوقتي عشان يعلنوا عنه بالتزامن مع الذكرى 30 لإطلاق منصة بلاي ستيشن. طبعا كل معجبين ملك الحرب مستنين ريماستر ده بفارغ الصبر، وأنا منهم على فكرة، ولا يستطيعون الانتظار حتى يأتي إعلان رسمي بذلك. نزلت مؤخرا لعبة اسمها ليجو هورايزن ادفنتشرز، ودي كانت أول لعبة بمثابة تعاون بين شركة لوجو شركة ليجو للمكعبات وشركة سوني لتطوير الألعاب. واللعبة جمعت تقييمات عالية جدا من مختلف النقاط حول العالم، ولكن اتضح إن الاهتمام بها على البي سي مش كبير قوي، لأن اللعبة وصلت إلى 600 لاعب يوميا فقط على منصة ستيم. تخيلوا 600 لاعب، يعني الرقم بالكاد بيعلى عن 600، مستقر عن 600 بس حول العالم كل 600 لاعب. فكان انطلاق اللعبة على الكمبيوتر ضعيف. رئيس شركة اكس بوكس فيل سبنسر في اخر مقابلة له مع جريدة بلومبرج صرح رأيه في اطلاق المنصات في منتصف الجيل، قالا بان شركة اكس بوكس تتبع استراتيجية وهي اصدار المنصات في وقت يكون به فائدة للاعبين، فان صناعة الالعاب تسير في اتجاه جيد، ولكن يجب على معظم الشركات ان تجد طرقا افضل للوصول الى اللاعبين، لكن ده مش وارد يحصل اذا استمرت الشركات باصدار اجهزة باسعار مرتفعة. الجملة اللي قالها: الصناعة لا تنمو باصدار اجهزة باسعار مرتفعة تصل الى 1000 دولار، وعلينا ايجاد المزيد من الطرق للوصول الى اللاعبين. سمع يا سوني، سمع يا سوني الكلام ده، مش زي اسعاركم في البلاي ستيشن، سمع الكلام ده. على فكرة هو كده بيهاجمهم بس بشكل غير مباشر عشان ما ياخدوش بال. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك شير اشتراك وتفعلوا الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عطشان، عايز مياه.